بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا سوف نتطرق إلى مجموعة من التمارين التطبيقية مع التصحيح لدرس مفهوم القوى للسنة الثالثة إعدادي. التمرين الأول، في الشكل جانبه يطبق الخيط على العلبة قوة F شدتها F تساوي 4 نيوتن. بالنسبة للشكل باللون الأزرق عندنا العلبة، هذا الخط هذا يمثل الخيط، نقطة B هي نقطة التماس بين الخيط والعلبة. بالنسبة للسؤال، حدد مميزات القوة F. هنايا ملي كنقول المميزات راه كنقصد بهم نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، ثم الشدة. بالنسبة للتصحيح ديال التمرين، مميزات القوة F هي نقطة التأثير هي النقطة B، هي هذه النقطة، هذه هي نقطة B، نقطة التماس بين الجسم المؤثر اللي هو الخيط والجسم المؤثر عليه اللي هو العلبة. خط التأثير هو المستقيم الأفقي المار من النقطة B، هو المستقيم هذا، المستقيم الأفقي المار من النقطة B، هو المستقيم المنطبق مع الخيط واللي كيدوز من النقطة B. المنحى من النقطة B نحو اليمين. بالنسبة للمنحى ديال القوة هو من B نحو اليمين أو من اليسار نحو اليمين، لأن الخيط يجر العلبة في النقطة B ونحو اليمين. شدة القوة F هي F بدون سهم تساوي 4 نيوتن. هذه الشدة هذه راه كاينه في المعطيات ديال التمرين. التمرين الثاني، في الشكل جانبه يطبق الخيط على الكرة قوة T شدتها T تساوي 6 نيوتن. إذا بالنسبة للشكل، بالأصفر عندي الكرة، هذا الخط يمثل الخيط، النقطة A هي نقطة التماس بين الخيط والكرة. أولا، حدد مميزات القوة T المطبقة من طرف الخيط على الكرة، بمعنى حدد نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، ثم الشدة. السؤال الثاني، مثل على الشكل القوة T باستعمال السلم. 1 سنتيمتر يمثل قوة شدتها 3 نيوتن، بمعنى كل 1 سنتيمتر كيعطيني واحد القوة الشدة ديالها كتساوي 3 نيوتن. إذا بالنسبة للسؤال الأول، مميزات القوة T هي نقطة التأثير هي النقطة A، هي النقطة A نقطة التماس بين المؤثر اللي هو الخيط والمؤثر عليه اللي هو الكرة. خط التأثير هو المستقيم العمودي المار من النقطة A. بالنسبة لخط التأثير هو الخط هذا، هو المستقيم هذا اللي هو مستقيم عمودي يمر من النقطة A. المنحى من النقطة A نحو الأعلى، المنحى ديال القوة هو من النقطة A نحو الأعلى، لأن الخيط يجر الكرة نحو الأعلى فيمنع سقوطها. بالنسبة للشدة، الشدة راه كاينة في المعطيات كتساوي 6 نيوتن، تي تساوي 6 نيوتن. إذا الآن غنمرر للسؤال رقم 2، تمثيل القوة تي. إذا باش نمثل القوة تي غنحتاج الشكل اللي عندي في التمرين، ثم غنحتاج مميزات القوة تي، وغنحتاج لواحد السلم. بالنسبة للسلم راه كاين في معطيات التمرين، كاين في السؤال رقم 2. إذا كالتذكير، شفنا أن القوة لها 4 مميزات، وهي نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، ثم الشدة. شفنا كذلك أن القوة تمثل بواسطة سهم أو لا متجهة، بحيث أصل السهم يطابق نقطة التأثير، حامل أو الاتجاه السهم يطابق خط التأثير، ثم منحى السهم هو نفسه منحى القوة، ثم طول السهم يتناسب مع شدة القوة. في السؤال الأول قلنا أن مميزات القوة T هي كالتالي، بالنسبة لنقطة التأثير هي النقطة A، خط التأثير هو المستقيم العمودي المار من A،
المنحة من A نحو الآلة شدة T تساوي 6 نيوتن. إذا باش نمثل القوة T على الشكل غنرجع للشكل اللي عندي في التمرين وغنرسم فيه واحد السهم. هذا السهم هذا اللي غنرسم الأصل ديالو هو النقطة A. هذا السهم غينطلق من النقطة A، ثم الحامل ديال السهم هو المستقيم العمودي المار من A. هو هذا المستقيم، هذا هو المستقيم العمودي المار من النقطة A. ثم المنحة ديال السهم هو من A نحو الأعلى. إذا المنحة ديال السهم هو من A نحو الأعلى، بمعنى أن الرأس ديال السهم غيكون في الأعلى ديال النقطة A. ثم الطول ديال السهم فهو يتناسب مع شدة القوة T اللي هي 6 نيوتن. بالنسبة للطول ديال السهم غادي خصني نحسبو، هنا غادي نستعمل السلم اللي عندي في المعطيات اللي هو 1 سنتيمتر يمثل 3 نيوتن. شنو كيعني هذا السلم؟ هذا أنه إلا عندي واحد الشدة القوة كتساوي 3 نيوتن، هاد الشدة هذه كنمثلها بواحد السهم الطول ديالو هو 1 سنتيمتر. لكن أنا في التمرين ما عنديش 3 نيوتن، عندي الشدة القوة كتساوي 6 نيوتن، لأن هاد القوة هذه غنمثلها بواحد السهم الطول ديالو هو إكس. إكس اللي كيساوي باش نحسبو غندير العلاقة الثلاثية، وغندير 1 سنتيمتر مضروبة في 6 نيوتن مقسومة على 3 نيوتن. ملي غنحسب وغادي نختازل غنلقى أن الطول ديال السهم غيساوي 2 سنتيمتر. إذا نمثل القوة T بسهم طوله 2 سنتيمتر. إذا هذا هو التمثيل ديال القوة T. وكنرجع للشكل كنرسم واحد السهم وهذا باللون الأحمر، كينطلق من النقطة A، المنحة ديالو نحو الأعلى، ثم الطول ديالو كيساوي 2 سنتيمتر. إذا هذه هي القوة T.